أنا متأكد يا إبراهيم إنه قلبها جه، لكن رجلها مش عاوزة تيجي. يا إبراهيم في صنف ستات كده ما يسلمش إلا في الحلال. أستاذ مراد هتجوزها. كفاية بقى يا أستاذ، أنت لغاية دلوقتي متجوز 12 ودي تبقى 13، أنا خسران حاجة؟ خسران فلوسك ووقتك. الجواز بيكلفك والطلاق بيكلفك. الفلوس اتخلقت علشان الواحد يتمتع بيها. طب كلمة ولا باردة مني، الستات عندك كده زي اللب؟ تمام. طب في بقى لباية اسمها كريمة هانم، سعادتك وعدتها انك تقشرها وتقزقزها. كريمة دلعة، لكن عايدة ملحاها مظبوط. انا نازل دلوقتي اطلب ايدها من الباشا. مش يجوز هم عارفين انك راجل مزواج؟ محدش يعرف الا ال 12 اللي اتجوزتهم وانت والمأذون. انا بتجوز سكيتي واطلق كتيمي. ايه ده؟ بيقول ايه؟ صابر باشا ما نزلش لسه يا فندم. طيب. هلو. انت متأكد انه صابر باشا ما نزلش؟ متأكد يا فندم. اخسر. الو مصر؟ ايوه يا فندم، اوتيل بوريفاج، اي خدمه؟ دقيقة واحدة من فضلك. الو، الاستاذ مراد سالم نازل عندكم؟ موجود من امبارح؟ لا مفيش داعي تديله خبر، ميرسي قوي. جالك كلامي اهو، مترستق في البوريفاج من امبارح. هو مش عارف ان خطوبتكم كانت امبارح؟ عارف وعازم الناس بنفسه، لكن تلاقي واحده من اياهم زغللت عينيه ونسي الفرح ونسي الخطوبه ونسي الدنيا بما فيها. حق يا ست كريمه، الرجاله مالهمش امان. هروح له هطربق الدنيا على دماغه. حضري الشرطه. صباح الخير يا سعاده الباشا. يا 200 صباح الخير، يا 200 صباح الفل، يا 200. انا عاوز اكلمك في مساله مهمه. ايه؟ بخصوص الشغل؟ انا جاهز. لا يا باشا، أكلمك بخصوص عايدة. أنا طالب القرب منك. بتقول إيه؟ هتجوز عايدة وهنكتب الكتاب النهاردة. السيجارة يا باشا. بابا. عن إذنك يا عمي. عايدة. اسمع بقى ما أقول لك. إذا كان بابا راجل طيب وعلى نياته فأنا شرانية وبيركبني 60 عفريت، لايمها بقى لحسن أذيك. هتعملي إيه؟ خليك مطرحك. باش أفهم. هبلغ البوليس، هقدمك للنيابة، هسجنك. حد يسجن حبيبه، خطيبه، جوزه؟ جوزه؟ أيوه. أنا حبيتك إمبارح. خطبتك دلوقتي وهتجوزك بعد الظهر. مش معقول. يا رب توافق يا ابراهيم. ايه مالك ما تقول حاجه؟ يا رب. انت مجنون؟ هو معقول اتخطب الصبح واتجوز بعد الظهر؟ ومال امتى؟ مش قبل شهر على الاقل. لسه هتضيعي شهر من عمري. طب اسبوع؟ 7 ايام بلا اليوم، حرام عليكي. يعني ما حضرش حاجه؟ كل حاجه جاهزه. ولا اقول للناس؟ الناس عندك اهم مني. يعني مصمم النهارده؟ يا ريت كان امبارح. طب خلاص ما تزعلش، النهارده. إيه امتى؟ الساعه 4 كويس؟ 3 احسن. 3؟ هي الساعه 3. 3. استنى بس. والله وكتبنا الكتاب يا ابو خليل. اظن اسرع جوازه حصلت. لا، الجوازه من 4 كانت اسرع. انهي فيهم؟ فكرني. اللي حصلت في القطر. ايوه سونيا اللي اتجوزتها عرفي. خطبتها في سيدي جابر وكتبت الورقه في كفر الزيات ودخلت عليها في طنطا وطلقتها في بنها.
قول لي من فضلك، السيد مراد سالم موجود؟ موجود يا فندم، لسه طالع دلوقتي. عقبال عندك. عقبال عندي؟ هو حصل ايه؟ كتب كتابه يا فندم. كتب كتابه على مين؟ عايده هانم بنت صابر باشا عبد الصبور. مين؟ ايوه. تحب نديله خبر؟ لا ملوش لزوم. هي الهانم في اوضه كام؟ جناح نمرة 2 اول دور. متشكره قوي. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. تسمحي لي ادخل؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا وسهلا. انا فرحت لك خالص وجيت مخصوص من مصر عشان اقول لك مبروك. متشكره قوي. لكن انت عرفتي ازاي؟ كان قلبي حاسس. هو انت تقربي لمراد؟ امال احنا متأسفين قوي، اصل كتبنا الكتاب كده على غفلة، مراد مرضاش يعزم. على العموم هو متعود على كده. متعود على كده؟ قصدك تقولي ايه بالظبط؟ هتعملي ايه؟ هطلب مراد. هتقولي له ايه؟ هقول يجي قبلك ويتفاهم معاكي. هتقولي له مين؟ مين؟ قولي له خطيبتك. خطيبته؟ ايوه يا عروسه خطيبته. ومتفقين على الجواز. وامبارح كان ميعاد الخطوبه في مصر. عملت الحفله وعزمت المعازيم والبيب سلامته هنا في اسكندريه بيتجوز. الجوازه ال 13. ايوه. البيب متجوز داستا قبلك. أكتر واحدة قعد معاها 6 أشهر. يخش على الواحدة حب وغرام وعبادة، يبقى ملهوف عليها. إن اتمنعت يتجوزها، وبعد ما ياخد مزاجه منها يرميها رمية الكلاب. ولما أنت عارفة عنه كل ده، ليه عايزة تتجوزيه؟ عشان أنا هو صنف واحد. أصلي اتجوزت 7 رجالة. أنا حسبت لك كل حاجة. تعالي اسمعي بنفسك. ألو، مراد سالم من فضلك. الو مراد. اهلا يا مراد، انا كريمه بكلمك من مصر يا حبيبي. ما جيتش امبارح ليه يا حبيبي؟ ده انا طول الليل سهرانه قلقانه عليك، خفت لا يكون جرى لك حاجه. ايوه حبيبتي، كنت نازل اسكندريه عشان الحق حفله الخطوبه. عملت حادثه اول الطريق. يا خبر، وجرى لك حاجه يا مراد؟ اتعورت في دماغي والدكتور قال لازم استريح يومين. لا خليك انت مستريح يا روحي، انا جايه لك حالا. لا 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 لا، ما تجيش، أنا خفيت خلاص. مش ممكن، أنا هكون عندك في اسكندرية بعد ساعتين. ألو 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 ألو. جالك كلامي؟ كذاب. أه عمل كده في ال 12، واحدة يتجوزها والتانية يخلى بيها. 12 يا مجرم، تتجوز 12 يا ظالم. ألو. عايدة يا حبيبتي، وضبي شنطك اوام، هننزل مصر دلوقتي حالا. ليه يا مراد؟ احنا مش متفقين نقعد في اسكندريه لاخر الشهر. اسكندريه ابتدت تسقع، مصر قادفه دلوقتي. ماما مش كده يا حبيبتي؟ كده يا حبيبي. وكمان العرسان يباتوا في بيتهم احسن، مش كده يا حبيبتي؟ بعد نص ساعه تكوني موضبه الشنطه. خلاص يا حبيبتي؟ خلاص. هتقعدي معاه؟ طبعا، انا مراته. مين هكتب عليه؟ هفهمه اني اسعد زوجه في العالم، لكن مش هيطول حاجه مني، مش هيمس شعره فيا. ذنب ال 12 هتقلعه من عينيه. وانا هبقى اتصل بيكي في مصر عشان اطمن عليكي. Thank you.
عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قول الأحلام أنا جاي أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. جناح وردي على عيش الحب وهدي، يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي، والشوق حبيبي وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. حبيبي وجيت لك يا أحلى مكان في الدنيا، أنا جيت لحبيبي وجيت لك، والشوق حبيبي وأنا الليلة ما عدنا هنا تسمع ضحكتنا